نيو تك. عسلامتكم ومرحبا بكم في نيو تك. اليوم باش نحكيوا على اهم اصدارات شركه سوني في عالم الشاشات. السوني برافيا 49 بوس سيري اكس 8000 جينا بريزوليسيون 3840x2160 واللي تتمتع بتقنية الكاتكا. من ريزوليسيون نتعديو للإضافات اللي موجودة في الشاشة هذه، وين نلقاو الواي فاي، الاندرويد واللي زو بارلور باز ريفليكس دي وات بلس دي وات. السوني برافيا 49 بوس نلقاو فيها 4 بور HDMI، 3 بور USB، بور إيثرنت، بور سورتي أوديو نيميريك ديمونسيون 44 متر. نجيو للسوم متاعنا باش يكون في قرب 3629 دينار. نيو تك. مازلنا مواصلين معاكم في نيو تك ونمشيو لعالم السينما والتكنولوجيا، وين يرجع لنا مهرجان سينما الفن في نسخته الخامسة واللي باش تكون من 27 أفريل ل 2 ماي في جيبس. والمهرجان هذا سنوي يلم السينما، فن الفيديو، الواقع الافتراضي، ويورينا خلق فضاء للتفاعل وتبادل الأفكار. والأفلام اللي باش يتم عرضها في المهرجان باش تكون بتقنية الVR. هذاك علاش ننصح الناس الكل باش يمشيو يجربوا تقنية جديدة اللي تربط بين العالم الافتراضي وعالم السينما. وكانك من عشاق السينما والعالم الافتراضي، تنجم تمشي وتعيش التجربة هذه واللي تنجم تحفزك وتكون انت من المشاركين في الدورات الجاية. كانت هذه نيو تك لليوم، خليكم برونشي على الحياة FM، نتقابلوا غدوة في نيو تك جديدة. باي باي. نيو تك.